يلا ابدا. انا السميه ديالي سيد البارودي سعيد، هذه 25 سنه وانا خدام في هذه المدرسه، والنيابه كتهددنا بالخروج، وحنا هذه 6 شهور ما خلصناش، وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يخلصونا الخدمه ديالنا، وحنا المدرسه خدامين مع الوزير ما خدامينش مع النيابه. حنا كنتصلوا حنا خصنا نطلبوا من الوزير يعوض لينا الخدمه ديال 25 سنه وحنا خدامين هنايا، دوك من يطردونا فين غادي نمشيو؟